لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. الإمام الشافعي هو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، ولد عام 150 هجرية في مدينة غزة الفلسطينية، ثم انتقل إلى مكة في عمر السنتين فحفظ القرآن الكريم كاملاً، ثم بدأ بطلب العلم إلى أن بلغ سن 20، فهاجر إلى المدينة المنورة ثم إلى بغداد. يعتبر الشافعي أحد الأئمة الأربعة لدى أهل السنة، فهو صاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، ولعل أهم ما ميزه هو فصاحة لسانه وكثرة ترحاله. توفي رحمة الله عليه عام 204 هجرية، ويقع ضريحه في مصر، والذي تم بناؤه على يد السلطان صلاح الدين الأيوبي. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس في خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. كان الشافعي اليوم واحدا من 1000 شاعر وشاعر، فمن يا ترى شاعر الغد؟ إلى الملتقى.